السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. معاكم أخوكم الكابتن أحمد الدريع، لاعب منتخب كويت الجمباز. طبعا اللي يعرف الجمباز راح يعرف، اللي ما يعرف الجمباز يدش بعدين باليوتيوب يكتب راح أطلع على اليوتيوب. أول شيء طبعا أحب أذكركم النصيحة إنك أنت تكافئ نفسك بالرياضة. دائما واحد يقول أنا شنو أخذ النصيحة؟ في ناس تأخذ النصيحة إنه يكافئ نفسه في الرياضة، في ناس تكافئ نفسه بيروح المخيم، في ناس كافي نفسه بيدرس. أنا من ناحيتي كافي نفسك بالدراسة، هذه طبعا الدرجة الأولى. أول شيء دراستك، شهادتك هي أهم، شهادتك سلاحك على قولة المثل. ثاني شيء كافي نفسك في الرياضة. أبي اللي حين لابس كبوسة يفسخ كبوسة، افسخ كبوسك، افسخ خيه، افسخ كبوسك، افسخ افسخ افسخ، ريح راسك، افسخ افسخ كبوسك. زين، دائما كافي نفسك بالرياضة، أوكي؟ منو الرياضي؟ الرياضي فعيدة، مو رياضي؟ كلش؟ بعيد عن الرياضة؟ شنو تلعب؟ حديد، طائرة، مو رياضي؟ كلش؟ طائرة، ألعب قوة، كرة قدم، مو رياضي؟ ولا تمارس رياضة؟ مشكلة هذه. كرة. ولا شيء؟ بلاي ستيشن؟ تلعب كرة بلاي ستيشن بعد صح؟ زين، الحين أبي الكل يطلع من الكرسي ويوقف يم الكرسي. الكل يوقف، اطلع من الكرسي ويوقف يم الكرسي. اطلع ووقف يم الكرسي. اطلع ووقف يم الكرسي. أوكي؟ اطلع ووقف يم الكرسي. زين، حرك ريول فوق، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايدي قدام وانزل، 1 يلا يلا حط ايدي قدام وانزل، 2 بعدين سوي كذي قدام، 3 4 لا تسولف طالع قدام، طالع قدام، هني طالع قدام، يلا 3 4 5 6 يلا الحين اقعد مكانك شويه عشان اصحصحكم، احرك الدوره الدمويه عندك. زين، اللي كان نايم بالمحاضره اللي طافت قاعد يحلم، صحصحناه شويه. الحين راح ناخذ اسماء. زين، وين شو اسمه صندوق؟ ايه، راح نسحب اسماء، واللي راح يطلع اسمه راح يصعد فوق، نسوي له حركه ونعطيه جوائز من الجوائز الموجوده. اسحب اسم وقول الاسم. صوت شباب، خلينا نسمع الاسم. حسين محمد فضل، اطلع يلا اسحب. عادل عبد الرحمن فضل، اطلع يلعب. فهد اطلع. عبيد محمد يا اطلع. عبيد راح نسوي مسابقه بينهم. زين، الاثنين اللي يفوزون هم اللي راح ياخذون جائزة، اوكي؟ اثنين هني واثنين هني، جابلوا بعض. زين، واحد شوي قدام واحد ورا. زين، راح توقف. زين، اخر اثنين ينزلون هم الفايزين، اوكي؟ راح توقف كذي. اي، هذه تقوية عضلات البطات. واحد شلون يقوي عضلات البطة عنده؟ هذه حركة تساعدك على تقوية عضلة البطة عندك. اوكي؟ انتوا هني الحكام راح تشوفون من اللي ينزل، اللي ينزل على طول يروح يقعد مكانه، اوكي؟ جاهزين؟ جاهزين؟ جاهز؟ ريح شي شوي، حرك حرك حرك، ها؟
حرك عضلتك، حرك كذي، حرك حرك حرك. اوكي اصعد اصعد اصعد. قاعد يرجف، في واحد قاعد يرجف. لا تنزل لا تنزل. اللي راح يمشي راح يقعد. لا تنزل، دير بالك. انزل انزل انزل، الكل ينزل. يلا خمسة ابو شاب، خمسة. يلا سوي ابو شاب خمسة. يلا خمسة خمسة. يلا سوي واحد اثنين، روح ثلاث. يلا اساعدك اربع. يلا خمسة. اوقف اوقف. الله يعطيكم العافية، الكل فايز، ما نبي نطلع احد خسران. صفقوا لهم شباب. الله يعطيك العافية. عشان اصورك. يلا تعال. يعطيك العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية. راح نسعى الحين بعد أربعة. يلا الحين واحد هني، واحد هني، واحد هني، واحد هني. زين افسخ جاكيتك عشان تريح عادي. خليك تاني. اوكي خليك هني. اوكي يلا راح تسوي نفس الحركه مالتي. اوكي واحد اثنين ثلاث اربع. اوكي يلا عرفتها. شوف شوف مره ثانيه. واحد اثنين ثلاث اربع. اوكي خمس مرات. يلا خمسة انزل. يلا خمس مرات. يلا واحد اثنين ثلاث فوق جنب. لا اربع جنب اربع. زين يلا خمس مرات. يلا مرة ثانية. واحد اثنين ثلاث اربع. الرابعة فوق. اوكي يلا اول اثنين يخلصون هم راح ياخذون جائزه ويمشون، والاثنين الباقي يقعدون. سريع ابدا. واحد اثنين ثلاث فوق. ايه سريع سريع. ايه خمس مرات خمس مرات خمس مرات. جامب جامب فوق فوق. زين زين اول واحد هناك. جامب خمس مرات. لا قاعد احسب لك خمسه بعد. اطلع بعد واحده بعد واحده. اوكي اوكي زين يعطيكم العافيه. قواك الله قواك الله قواك الله قواك الله. احنا نبي المدرسين الاثنين اللي هناك نبيهم. طبعا طبعا اكيد. لا لا اكيد. الله يعطيهم العافيه. طبعا كل التقدير لهم مدرسين والنعم فيهم. زين وجزاهم الله خير، عرفونا عليكم تعرفنا عليهم. زين وانا صعدتهم فوق ما عشان يسوون شيء، صعدتهم فوق عشان نكافئهم نعطيهم هديه. زين وكافي وجودهم. زين زين بس ان المدرسين بس تبي الحركه تسوي لي الحركه كذي وخلاص. هذا يسمونه ما ينفع. ما القطره عادي بس كذي. هاي يسمونه نزول وصعود بس. يلا عادي اي تمرين اي سوي تمرين عيل انت تشوفه. يلا 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 تعال عباد. يلا كذي واصعد بس. هذا هذا بس كم واحده بس واحده واحده. ايوه يلا عباد واحده. سكوات 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 بس سكوات. جزاكم الله خير. صفقوا لهم. طبعا هديه في الساعه.
اشتراك حق النادي نادي راس السالمية. راس السالمية اي طبعا الهدية في اشتراك حق نادي راس السالمية. الله يعطيكم العافية يلا قواكم الله. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية وقواكم الله.